السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. والنهاردة اول حلقة هنستخدم فيها بدائل العلف يا جماعة. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامة. طيب اخواتنا اللي متابعين معانا من بداية الدورة عارفين العدد والمساحة، ولكن هنعيد تاني بشكل سريع علشان اخواتنا اللي بيدخلوا معانا جداد كل يوم علشان يبقوا برضو عارفين احنا شغالين ازاي. العدد اللي في الأوضة ده يا جماعة 100 كتكوت، اللي هو الأبيض الإيفيان المعدل، ومعاهم كمان الجميزة، وكمان اللي هو الرز الفيوم. طيب العمر النهاردة كام؟ العمر النهاردة اليوم 25 بالليل يا جماعة، او مش بالليل، احنا حاليا الوقت اذان المغرب زي ما انتم سامعين كده. الله اكبر الله اعظم. طبعا كنا مجوعين بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، قلنا ان احنا لازم في الاعمار الكبيرة في الصيف لازم نعمل تجويع يا جماعة علشان ما يحصلش عندنا احتباس حراري، واتكلمنا بالتفصيل على الاحتباس الحراري. ارجعوا بقى للفيديوهات اللي قبل كده لو انتم لسه جداد علينا علشان تعرفوا احنا بنشتغل ازاي، وعلشان تشوفوا الاوزان دي معاكم في نهاية كل دورة. هنحط النهاردة خلطة يا جماعة، او مش خلطة، هو بديل علف هيبقى رخيص، متوفر حاليا موجود دلوقتي، مش غالي، هيبقى تقريبا سعره اقل من نص سعر العلف فعليا يا جماعة. نجيب كمية من العلف وهنبدأ نحط الحاجة اللي احنا هنستخدمها النهاردة، اول مرة هنستخدمها النهاردة في عمر دورة التسمين. ولكن لو انتم متابعين معانا من الدورات اللي فاتت ايام ازمة العلف والكلام ده كله، هتبقوا عارفين ان احنا اول حد اصلا اشتغل ببدائل العلف، وكنا محققين ببدائل العلف دي يا جماعة اوزان فوق الخيال. طيب النهاردة اليوم 25 هنبدأ ان احنا نستعمل حاجة النهاردة هنضيفها على العلف، هتدينا اوزان عالية جدا، هتوفر نص كمية العلف، وكمان مش بتعمل معانا دهون. لاخواتنا اللي بيسألوا هل الحاجة دي هتعمل دهون، لان اشتغلنا بيها قبل كده، اللي متابعين معانا هيبقوا عارفين احنا النهاردة هنشتغل بيه. حطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع يا جماعة، خليكوا دايما فاعلين في الخير، وخلوا المعلومة ما توقفش عند حضراتكم. قناتنا قناة تعليمية والهدف منها ان كتير من الناس يشتغل تسميم. اهو زي ما احنا شايفين عندنا هنا كمية من العلف. طبعا مهم جدا يا جماعة التجويع. ليه؟ لان اول ما نحط اي حاجة هتبدأوا تلاقوا الفراخ هتبدأ ان هي تاكلها. اخواتنا اللي بيقولوا لما بنحط اي حاجة غير العلف مش بياكلوها. طيب مش بياكلوها ليه؟ لان حضراتكم ما بتشتغلوش صح يا جماعة. اشتغلوا صح. مهم جدا اصلا كمان التجويع في الصيف. ليه؟ علشان الاحتباس الحراري. مهم جدا ان انتوا ترفعوا، قلنا العلف من المكان، ولكن ما ينفعش ابدا ترفعوا المية من المكان يا جماعة. ده المنظر اهو بعد التجويع، شايفين اصلا الفراخ جاية جعانة جدا، يعني مهما بقى نحط لها اي حاجة غير العلف صدقوني هتاكلها ومش هتعترض. ليه بقول الكلام ده؟ لان بيجي لي اسئلة كتير جدا، يا سمر انت بتحطي خلطات وبتحطي حاجات بتوفر العلف، ولما بنيجي نستخدمها الفراخ مش بترضى تاكلها. ليه؟ ايه السبب؟ السبب يا جماعة ان انتوا مش بتعملوها بعد التجويع. اعملوا كل حاجة فيها خلطات او فيها بدائل العلف تحديدا خلوها بعد تجويع يا جماعة، هتلاقوا عليها يعني اقبال شديد جدا. طيب تعالوا بقى من قريب كده بصوا على الفراخ بتاعتنا في عمر ال 25 يوم يا جماعة. بصوا كده من قريب، انا بحب جدا اوريكم التفاصيل. ليه؟ لان التفاصيل دي مهمة جدا يا جماعة. هو ده الكتكوت الايفيان المعدل اللي احنا بنشتغل بيه، محقق اوزان عالية جدا، هنوزنها دلوقتي وهنشوف الكتكوت في عمر ال 25 يوم يا جماعة النهاردة، ولسه ولا كسريش، وصدقوني النهاردة هتلاقوا عندنا اوزان مفاجأة يا جماعة. خليكم معانا لنهاية الفيديو علشان تشوفوا الاوزان اللي احنا بنطلعها، وهنطلعها كمان على نهاية الدورة، وهنوفر نص كمية العلف اللي هنستخدمها لنهاية الدورة. طيب علشان ما اطولش عليكم تعالوا بقى نشوف الحاجة اللي احنا هنستخدمها النهاردة واستخدمناها قبل كده. طيب هي ايه؟ هو القمح يا جماعة. القمح اللي هو المنقوع مبلول بالمية، مش يا جماعة مش مسلوق ولا اي حاجة، احنا بس نقعناه. يعني تقريبا انا كنت نقعته كده من بعد اذان الظهر لحد دلوقتي بعد اذان المغرب اهو، ما شاء الله بالمنظر ده يا جماعة. طيب الكمية دي كيلو من القمح يا جماعة، ومستخدمين هنا حوالي 3 كيلو من اللي هو العلف. طبعا احنا لسه شغالين بال 21 زي ما انتم شايفين كده. اخواتنا اللي سالونا نوع العلف اللي احنا بنستخدمه، العلف اللي احنا بنستخدمه يا جماعه اللي هو السوبر، اللي هو النور والبركه. طبعا كل واحد بيشتغل بالعلف اللي هو بيلاقيه يا جماعه. مهم جدا
جدا كمان لما تغيروا العلف من ال 23 لل 21، مهم جدا ان انتوا تستخدموا مضاد السموم. لو لاحظتوا معانا هنا كده هتلاقونا اصلا حاطين مضاد السموم اهو، المغرب خلاص هنبيت عليه، قلنا الادويه مش بنستخدمها وقت الحر يا جماعه. شايفين بقى الاقبال على العلف؟ طبعا احنا هنخلط العلف دلوقتي وهنشوف الفراخ هتاكله ولا لا. هنبدا بقى ان احنا هنخلط العلف كده بالقمح اللي احنا عملناه اهو يا جماعه. بصوا ما ينفعش ان احنا نحطه يعني ناشف. طيب ليه ما ينفعش نحطه ناشف يا سمر؟ علشان الفراخ البيضة دي يا جماعه يعني مش زيها زي البلدي، فراخ كده يعني متدلعه شويه، ما ينفعش معاها ان هو يبقى ناشف. ليه؟ علشان يبقى سهل الهضم عليهم. بصوا اهو، طبعا هم دلوقتي هياكلوا ولا هيعرفوا هم بياكلوا علف ولا بياكلوا قمح ولا بياكلوا ايه. بصوا بالمنظر ده كده. طيب عاوزه نتكلم في حاجه مهمه جدا، هل ينفع من العمر الصغير ان احنا نستخدم القمح مثلا من 10 ايام والكلام ده كله؟ ما ينفعش ابدا يا جماعه، احنا بنستخدم العلف لحد ال 20 يوم. فيما فوق ال 20 يوم نقدر ان احنا نحط اي حاجه على العلف. طبعا احنا هنا بنتكلم على بدائل العلف يا جماعه، مش الخلطات اللي هي البصل والثوم والليمون والبنجر والكلام ده كله، لا الحاجات دي بنحطها من بدايه العمر واشتغلنا بيها، ولكن انا هنا بتكلم على بدائل العلف. ومن هنا لنهايه الدوره هتلاقونا كل يوم بنحط حاجه جديده، وان شاء الله تابعوا معانا لنهايه الدوره هتشوفوا اوزان يا جماعه انا متاكده ان انتم مش بتطلعوها. عاوزه اقول لكم حاجه كمان افتكرتها دلوقتي بجد، لسه جاي لي تعليق من اختنا اسمها مها من كفر الشيخ، بتقول لي يا سمر والله العظيم اتصلت بيا من شويه وبتقول لي والله العظيم انا طلعت وزن 3 كيلو ونص في عمر ال 37 يوم، ومستخسره ان انا ابيع الفراخ. عندي وزن النهارده 3 كيلو ونص في عمر 37 يوم لما بدات ان انا اشتغل معاكي وامشي بالطريقه اللي انت بتشتغلي بيها. عاوز اقول لكم كمان هي كانت اول مره تشتغل وكلمتني وتابعت معاها، ولكن في المره الثانيه اللي هي حاليا دي جت اخذت من عندي الكتكوت، رغم ان هي من محافظه ثانيه، كلكم عارفين ان احنا من المنصوره وهي كفر الشيخ، واصرت ان هي تيجي تستلم الكتكوت اللي احنا بنشتغل بيه، بتقول لي انا نفسي اشتغل بالكتكوت اللي عندكم. المهم خلاصه الكلام ان هي اشتغلت، وهو ده الكتكوت الابيان المعدل يا جماعه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، بيحقق وزن حلو جدا في الصيف، ولكن هو مش كتكوت شتاء، كتكوت الابيان المعدل تشتغلوا بيه في الصيف يا جماعه وانتم حاطين رجل على رجل، بيحقق وزن حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. هو بيبقى الريش بتاعه قليل، مش بيكسر ريش غير في نهايه الدوره، وبالتالي بيتحمل درجات الحراره العاليه. طيب اخواتنا اللي اتكلموا عن الرز يا جماعه، الكتكوت الرز ممتاز جدا، ولكن مش كل الناس بتعرف تشتغل بيه. الكتكوت القب هايل جدا جدا، وكلكم عارفين ان احنا يعني من عشاق الكتكوت القب. لو متابعين معانا من الدورات اللي فاتت هتبقوا اصلا عارفين ان احنا دايما بنشتغل بالقب، ولكن الكتكوت القب لو الجو حر عندكم، يعني الناس اللي بيشتغلوا فوق السطوح او عاملين اوضه فوق السطوح ومفيش فيها تهويه، او حاطين السقف بتاعها اللي هو الصاج يا جماعه، ما ينفعش ابدا يشتغلوا بالقب. طيب ليه؟ لان الكتكوت القب كتكوت اللي هو عاوز درجة برودة، ما بتحملش الحر ابدا يا جماعة. ليه؟ لان الصدر بتاعه بيبقى كبير، يعني تحويله كله في الصدر، فبيجي في نهاية العمر وبتلاقوه بينفق معاكم في نهاية العمر، ما بتحملش درجات الحرارة. ولكن البديل بتاعه في الصيف يا جماعة اللي هو الكتكوت الابيان المعدل ده، ودايما برضو بتلاقوا فيه معظمه كده، او بعد كتكوت منه بتلاقوا فيه اللي هو النقطة السوداء زيه زي القبر. يبقى اشتغلوا بالابيان المعدل، اشتغلوا بالرص، اشتغلوا باي كتكوت يا جماعه، ولكن مهم جدا التهويه، سواء القب سواء الرص سواء اي كتكوت، مهم جدا التهويه. واخدين بالكم يا جماعه هتلاقونا لسه فاتحين الشباك لحد دلوقتي، وانا نازله دلوقتي هبدا ان انا اقفل الشباك وهسيب الباب مفتوح. طيب اخواتنا اللي سالونا عن التهويه والحراره يا جماعه، بتسيب النور مشغال بالليل ولا لا؟ طبعا يا جماعه لازم يبقى فيه اضاءه في المكان بالليل اهو. طبعا احنا رافعين الحراره ولكن سايبين اللمبه اللي هي البيضه دي مش بتجيب حراره يا جماعه، يعني مش بتعمل حر في المكان، ولكن لازم يكون فيه اضاءه علشان يعرفوا ياكلوا اثناء الليل، لان طبعا في الصيف يا جماعه كل العلف احنا بنحطه كله في بالليل، قلنا ان احنا بالنهار بنعمل تجويع. خلاص كده. طيب تعالوا بقى ان احنا نبدا ان احنا ناخد وزن الكتكوت ده ونشوف النهارده في عمر ال 25 يوم المغرب الوزن هيبقى عامل ازاي. لو متابعين معانا امبارح هتبقوا عارفين الوزن كان عامل ازاي، قارنوه بقى بالتحويل النهارده ومعدل التحويل السريع جدا اللي بيحققه كتكوت الابيان اللي احنا شغالين بيه. ميزان صفر اهو يا جماعه، هناخد كده اي كتكوت من اللي واقفين بياكلوا دول، هناخد كده اي كتكوت اهو.
كيلو 965 جرام يا جماعة، أو كيلو 960 جرام زي ما احنا شايفين كده. شايفين الكتكوت شكله عامل ازاي؟ قلت لكم امبارح يا جماعة هو شكله كتكوت ولكن بوزن فرخة في عمر 30 يوم. عاوز اقول لكم لو اشتغلتوا بالطريقة دي والكتكوت يكون مصدره كويس، جودة كتكوت عالية، هتقدروا تطلعوا الاوزان دي بالتكاليف اللي احنا بنشتغلها دي يا جماعة، وبدايل العلف. طبعا احنا هنكمل على بدايل العلف دي. بصوا الكتاكيت بدأت تاكل اهي، او بتاكل ومش عارفة هي بتاكل ايه. طيب تعالوا بقى ناخد كمان واحد برضو. كيلو 965 جرام يا جماعة في عمر ال 25 يوم بالليل. تخيلوا بقى الكتكوت ده هيحقق معانا وزن ازاي في نهاية الدورة لما يبقى وزنه كده في عمر ال 25 يوم، هيبقى وزنه في نهاية الدورة عامل ازاي. اشتغلوا بجودة كتكوت تكون مظبوطة علشان تشوفوا الاوزان دي معاكم يا جماعة. وزنه إيه؟ وزن فرخة ولكن عمره عمر كتكوت في عمر ال 25 يوم. بصوا الكتكوت اهو يا جماعة من قريب. طيب تعالوا بقى ناخد واحد كمان برضو اهو، كيلو 865 جرام. هنشيل ده وناخد واحد تاني برضو اهو، كيلو 865 جرام برضو. سبحان الله ما عندناش تفاوت في الاوزان يا جماعة. كيلو 975 جرام زي ما احنا شايفين الكتكوت شكله كتكوت ولكن وزن فرخة في عمر ال 30 يوم يا جماعة. انا متأكدة ان انتوا يعني الوزن ده ما شفتوهوش ابدا في العمر ده. طيب علشان تشوفوا الوزن ده في العمر ده يا جماعة، اهتموا ان انتوا تشتغلوا بكتكوت يكون جودته كويسة. مهم جدا جودة الكتكوت يا جماعة، ما تبصوش على سعر الكتكوت ولكن اهتموا بالجودة والمصدر اللي بتجيبوه منه الكتاكيت، لان مهما العلف كان رخيص برضو العلف غالي يا جماعة، والتسمين بيتكلف. علشان تطلعوا ارباح واوزان كويسة جدا في نهاية الدورة، من اهم العوامل او من اهم العوامل اللي بتخليك تنجح في دورات التسمين وتستمر فيها او لا، هو الكتكوت اللي انت بتشتغل بيه. دي كانت الحلقة النهاردة. مهم جدا كمان التهوية، مهم جدا المكان يكون واسع، يكون على قد المساحة حط فيها كتاكيت، ما تزودوش الاعداد في المساحات الصغيرة يا جماعة، خاصة في الصيف. الشغل في الصيف حاجة والشغل في الشتاء حاجة تانية. دي كانت الحلقة النهاردة. اهتموا بدورات التسمين بتاعتكم، التسمين حلو جدا. ما تسمعوش كلام اللي بيقول لكم التسمين بيخسر. التسمين لو بيخسر ما كانش حد هيشتغل فيه يا جماعة. سيبكم من الناس المحبطة، سيبكم من الناس اللي مش عاوزاكم تشتغلوا في المجال بتاعها. بجد اشتغلوا في التسمين، بس اشتغلوا صح علشان تاخدوا أرباح في نهاية الدورة تكون مرضية. عندكم مكان صغير استغلوه، عندكم مكان على السطوح ما تسيبوهوش فاضي، عندكم مكان اي مكان في البيت يا جماعة ما تسيبوهوش فاضي. حاولوا حتى تطلعوا منه اكتفاء ذاتي، ما تشتروش، حاولوا تاكلوا حاجة نظيفة وتأكلوا عيالكم حاجة نظيفة تكون انتاج ايديكم. اخواتنا اللي معانا اللي بيقولوا احنا حققنا يعني ارباح كويسة جدا من الشغل، حققنا كمان اوزان ما كناش بنسمع عنها غير لما تابعناكي، بجد انا اللي بشكركم جدا، بشكركم على الثقة الغالية. شكرا جدا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية، تحياتي للجميع. اشتغلوا ما توقفوش شغل. الكتكوت غالي، الكتكوت رخيص، السوق رافع، السوق مش رافع، اشتغلوا يا جماعة. ودي كانت الحلقة النهاردة. لو عجبكم المحتوى شيروه علشان الغير يستفيد. استنونا في حلقة جديدة، اشوفكم تاني بألف صحة وخير.